كيف أهلك الله قوم نوح؟ هل تعلمون أن قوم نوح في البدء كانوا موحدين الله؟ قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال المفسرون في هذه الآية: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وذكر ابن كثير رحمه الله أن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوح عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ملاحظة هنا، يقول العلماء أن القرن بمعنى الجيل لقوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يا ترى لماذا بدلوا دينهم؟ يذكر لنا ابن جرير الطبري في كتابه الكامل أنه كان قوما صالحين بين آدم ونوح، وهم ودا سواعا ويغوث ويعوق ونسلا، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا للعبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون فسول لهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم أصبح كل صنم من هذه الأصنام عبيد مخصصون له من الناس. ولما تطولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت لهم، ثم عبدت بعد ذلك من دون الله. فلما كفروا أرسل الله نوحا عليه السلام، قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وقد أرسله الله إلى قومه بعد أن فسد حالهم ونسوا أصول شريعة الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله السابقين، وصاروا يعبدون الأوثان. وقد ذكرت قصة نوح مع قومه في 6 سور من القرآن الكريم بشكل مفصل، وأبرز ما جاء فيها أثبات الرسالة والنبوة لسيدنا نوح عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثانيا، لم ييأس في دعوته لقومه، حيث كان ملحا في دعوته ثابتا صابرا، قدم لهم مختلف الحجج والوسائل، وبالمقابل كان إعراض قومه يعني إعراضا شديد، فكلما زادهم دعاء وتذكير زادهم فرارا وإصرارا عن الباطل واحتقارا لأتباعه من الضعفاء. لم يكتفوا بهذا بل تنكروا لدعوته وكذبوه بحجته أنه رجل منهم، ثم طالبوه بإنزال العذاب الذي يعيدهم به. قالوا: يا نوح جادلتنا فأكثرت جدالنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا شكا نوح إلى ربه إلى أن قومه عصوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي عبادة قومه الأوثان الخمسة التي مر ذكرها وضلالهم
الكثير. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. بعدما يقارب من 9 قرون من الدعوة والصبر عليهم أخبر الله نوح لأنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن. انتهى الأمر هنا. أوحى الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هنا دعا نوح ربه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعد ما دعا سيدنا نوح أمر الله نوح أن يصنع السفينة. أقول كيف؟ نسأل أنا وأنت كيف؟ ولكن سيدنا نوح لم يسأل نوح ربه هذا السؤال وبدأ في التنفيذ مباشرة وكانت تصنع بوحي من الله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لم يسلم نوح من سخرية قومه منه فكلما مر عليه ملأ منهم ورأوه يصنع السفينة ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله سيدنا نوح عليه السلام علامة وهي أن يفور الماء من التنور أي ينبع الماء من وجه الأرض في بيته كما قال أغلب المفسرين. تسأل كيف حدث الطوفان؟ اسمع من الله يخبرك كيف حدث الطوفان العظيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم. إذن أخي هكذا أهلك الله قوم نوح وهذا كان هكذا كان مصيرهم وكانت قصتهم. فأخي فعلينا أن نعتبر. أخي إذا وصلت إلى هذا الحد من الفيديو معناه
أنه أعجبك الفيديو، ولذا نطلب منك أن تضغط على لايك، وإذا لم تكن مشترك اشترك بالقناة لكي يصلك كل جديد. فعل الجرس، هذا بطبيعة الحال فعل الجرس. اشتراككم في القناة معناه أننا نستمر وتقديم كل جديد ونافع للبلاد والأمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.